السلام عليكم. اليوم راح نزور منتزه معدني يعني مركب لترفيه يقع في ولاية تبان، بلدية ولاية تبان بولاية سطيف. وهذا المركز الترفيهي العائلي فيه عدة مرافق، مسابح، وفيه ألعاب للأطفال، وكذلك فيها ملعب كرة قدم وحمامات معدنية وفندق، يعني في كل ما تحتاجه العائلة الجزائرية. حبذا لو مثل هذه يعني المرافق الترفيهية تكون يعني متوفرة في كل ولايات الوطن، وخاصة الولايات اللي عندها يعني مؤهلات يعني من ناحية المياه المعدنية. ننتظر يعني تطوير من ناحية الخدمات إن شاء الله. وأترككم مع نهاية هذا الفيديو، والسلام عليكم.